اول اكشن قلتها كان اللي على اللي قدام الكاميرا كان عادل امام استاذ عادل امام. فده يمكن اكسب الحكايه شكل تاني يعني. وانت ازاي تعاملت مع عادل وانت عايز تصلح مشهد يبقى ليك راي في حاجه وانت عندك كان عندك 29 سنه تقريبا كده. هو بدون شك انا عمارة يعقوبيان فيلم فارق في يعني عمارة يعقوبيان عمل فرق معايا كبير جدا طبعا 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 يعني اكيد فيلم كبير جدا يعني. يعني طبعا وبعدين عمل ايرادات ضخمه يعني ومعاك نور الشريف وعادل وخالد صالح وكتير وهند صبري شوف مش فاكر انا ممثلين كان كتير ويسرى يعني فيلم ضخم استاذ احمد جداً. استاذ احمد بدير استاذ احمد راتب استاذ اسعد يونس يعني كتير جدا. الفيلم ده عمل معايا طبعا هو عمل فارق في مشواري بشكل كبير جدا جدا جدا. والعمل مع الاستاذ عادل امام دي حاجه فارقه بشكل كبير جدا في مشواري بشكل كبير يعني انا بدين ليه بفضل كبير جدا 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 والاحتواء ليا كمان يعني. استاذ عادل زي ما حضرتك قلت كده بالعكس استاذ عادل فنان كبير جدا وبيشعر بكل الناس اللي في التصوير كل الناس هو عارف مين بيعمل ايه كويس جدا جدا واداني ثقه كبيره ثقه ودفعه كبيره جدا ان انا اشتغل بحريه. طب اشرح لنا ازاي عادل اداك الحاجات دي لان دي حاجات مهمه جدا. عارف عادل اللي اتقال عليه كلام كتير ان هو في التصوير بيبقى هو المسيد هو اللي بتاع ده كلام ملوش علاقه بالواقع خالص خالص خالص. فازاي انت ازاي عادل وصل لك الاحساس ده من غير ما يقوله؟ طبعا هو ما قالوش هو بس وصله لك لانه فعلا عادل في الاستوديو بيبقى مصحصح لكل حاجه صح صح. وتلاقيه مثلا استاذ عادل ما بين اللقطات وبتاع قاعد على جنب مثلا واخد السيناريو بيذاكر اللقطه اللي جايه هيقول فيها ايه وما الى ذلك. استاذ عادل كان بيجي لنا احيانا في اثناء تصوير عمارة يعقوبيان بيجي في ايام هو ما بيصورش فيها ملوش فيها تصوير كذا مره جه زار الفيلم مسانده للفيلم. فبالعكس انا ما فيش وقت لحظه من اللحظات كان حسيت بالعكس انا كنت بروح التصوير مش مبسوط طيران هقابل الاستاذ عادل امام هقابل الاستاذ عادل امام وهشتغل مع الاستاذ عادل امام لحظات فيها مش بس متعه فيها سحر. وكذلك الامر مع الاستاذ نور الشريف طبعا لانه برضه ساندني مسانده كبيره جدا جدا. الاستاذ نور كمان يعني في التصوير يعني سواء الاستاذ عادل سواء الاستاذ نور مساندين لكل الناس وطول الوقت ما تحسش بس أبنى. نور صنايعي ما فيش منه يعني هو صنايعي في بص الكاميرات وبص الحاجات في الحاجات دي هو شاطر جدا واستاذ كبير وطول الوقت الله يرحمه يعني يعني بتفرق جامد قوي قوي ان الواحد طالع مش مساله التشجيع ان انت تبقى كويس او مش ده مش مش مش, مش ده بس لا الحريه ان انت يبقى عندك المجال يدولك مجال انك تقول افكارك اقول افكاري هم بينفذوها يعني بالظبط كده ان انا اعمل كده فدي كانت اهم حاجه مش مساله يعني انت كويس او لا بالعكس هو الواحد بيبقى دايما محتاج انه ينطلق. انا عن نفسي التجربه كانت تجربه كبيره تجربه صعبه تجربه حساسه فكنت مذاكر كويس جدا 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 كل حاجه يعني مذاكر الشخصيات كويس قوي مذاكر عامل بحث ورا الشخصيات مش مفوت حاجه صحصح لكل حاجه هو هنا بيعمل كده ليه الشخصيه انا خدت السيناريو من وحيد والدي فما خدت السيناريو من والدي كان اكيد عندك حاجه عايز تقولها في حاجه في مشهد في حاجه ولا ما عملتش حاجه خالص؟ لا الاول عملنا كروت بابا عمل كروت اللي هي كتب كل مشهد على كارت تمام علشان انت طبيعه الحال لما يبقى عندك روايه خلاص بتبقى عايز مش هتاخدها كلها هنختار منها هتشيل ممكن زي ما تقول كده ايه اتفقنا كده على زي سكيلتون كده للفيلم خدنا السيناريو كان في منطقه واحده انا كان في زي ما نقول مجتمع السطح اللي كان موجود أيوة ده كان موجود أيوة في الروايه انا من السيناريو كنت حاسس ان احنا لازم نركز على
الشخصيات الرئيسيه او الخطوط الرئيسيه اللي هي زكي الدسوقي والحاج عزام. لا وحيد ما يفوتش الحاجات دي وحيد بتاع مجتمع السطح. اه فانا خفت من ان ده يطول شويه. قال لي بص من اوسن، قال لي خلاص احنا نصوره، ده مش هياخد وقت كتير في التصوير، ونعملهم وبعدين هيبان في المونتاج اذا كان محتاج ولا مش محتاج. ولا مش محتاج. طلع ايه بقى؟ صورنا فعلا، ولما انا في المونتاج يعني انا ما حطيتهمش في النسخه. وهو ما سالكش؟ لا قال لي بالعكس. لا لا لما جه قال لي صح صح ان احنا شلناهم. قال لي كان لازم ان هم يتشالوا. فبس خلاص خلي بالك يعني انت بتاخد سيناريو من وحيد حامد، خلاص تاخد صحيح اي مخرج. مش انا بس يعني اي مخرج واخد سيناريو من وحيد حامد، انت واخد سيناريو. خلاص صحيح يعني هقول ايه يعني صحيح. مفيش هي بس الحقيقه كام حاجه كده وبعدين إيه يعني ودي حضرتك هتلاقيها مثلا حصلت اكيد مع ان هو مفيش مخرج بابا اشتغل معاه الا وكان بيسنده مسانده كبيره جدا 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 جدا. صحيح. يعني انا اشتغل مع جيلي كله من وزمايلي من المخرجين، اشتغل مع محمد علي، واشتغل مع تامر محسن ياسين، واشتغل مع الاستاذ محمد ياسين. المسانده اللي بيديها للمخرج غير طبيعيه، ودايما يقول للمخرج انا حتى لو كان اول مره انا بتعامل مع المخرج وكان اول مره او كانه يوسف شاهين، خلاص انا سلمتك الفيلم. صحيح. انت مخرج العمل، انا ماليش دعوه. والطريقه لا بس على فكره وحيد ما كانش حد يلعب في الفيلم بتاعه ابدا ابدا. لا كانش حد يستطيع ابدا ابدا انه يلعب في الفيلم بتاعه ابدا. انا خلاص اتخذت سيناريو، خلاص خدت سيناريو وخدت. طب وحيد كان رايه ايه في افلامك اللي بعد كده؟ يعني الاصليين والفيل الازرق وال يعني هو كان يعني مش سكته. مش سكته. مش سكته لا يعني من اول ابراهيم الابيض يا ابراهيم الابيض عجبه جدا. لا ابراهيم الابيض اوكي. ابراهيم الابيض عجبه جدا يعني وكان معجب بيه جدا. والفيل الازرق عجبه جدا. وتراب الماس عجبه جدا. الاصليين حس ان هو ما كانش افضل حاجه حبها يعني. وكنت يعني ما حصلش نصيب للاسف ان هو اتفرج على فيلم الاخراني كيرة والجن، للاسف ان هو توفى في اثناء التصوير. جه زارنا. ايوه ايوه. بس للاسف توفى في اثناء التصوير، مع ان كنت اتمنى ان هو يشوفه يعني.